فايش قلت له؟ قلت له كنت في الجيش ايام حرب الخليج وكان عندنا نزول في المظلات، انا كنت في الجيش نزول مظلي، فجيت يوم ابغى انط مع الجيش مع الكابتن حقنا، لقيت القائد حقنا خايف، اقول له يا ابو فلان ايش بك؟ قال لي يا اخي امس امي رأت رؤيا اني حنط والمظله حقي ما حتنفك. قلت له يا اخي هذا حلم ما هو رؤيا، وعشان يفسد الحلم خذ مظلتي واعطيني مظلتك. لبسته مظلتي وقلت له نط قبلي يلا. نط فك المظله انفكت. نطيت بعده فكيت المظله ما راضيه تنفك. اسحب الاستبنه مو راضي ينسحب. نزلت مهوي من جنب القائد. هذا يناديني القائد يقول لي عبد الله فين رايح؟ قلت له رايح اتفاهم مع امك.